اعترافا بفضل الشهداء وردا للجميل والمعروف لعوائلهم ومصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. زار وفد مديرية شهداء كربلاء المقدسة المريضة وفاء نجاح عبد بنت الشهيدين وأخت لثلاثة شهداء، والتي ترقد في مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام التابع إلى العتبة الحسينية المقدسة، بعد إجرائها عملية جراحية رافقتها تداعيات صحية كبيرة. وفي هذا السياق قال مسؤول شعبة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الشهداء عدنان الأسدي: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وفد مديرية شهداء كربلاء المقدسة زار مستشفى زين العابدين اللي موجود في محافظة كربلاء المقدس لزيارة مريض. هذه المريضة من ذوي الشهداء، لديها 5 شهداء. المريضة أجريت عملية مجانية على حساب المستشفى من قبل موافقة سماحة الشيخ المتولي الشرع العتبة الحسين المقدسة سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي. طبعا هناك تخفيض خاص لذوي الشهداء بنسبة 25% بهذه المستشفى لجميع العمليات الجراحية لجميع ذوي الشهداء ولجميع الفئات. وهناك أيضا عمليات خاصة تجرى مجانا في هذا المستشفى لعوائل الشهداء الخاصة. هذه العملية يعني تكلفتها تكون عالية، لكنه رعاية العتبة الحسين المقدسة لعوائل الشهداء أجريت هذه العملية مجانا وعلى حساب وفود جميع تكاليفه. هناك رعاية خاصة في مستشفى زين العابدين، هناك تعاطف مع من قبل الكادر اللي موجود في مستشفى زين العابدين خاصة للمرضى من ذوي الشهداء. مؤسسة الشهداء تقدم الشكر الدائم لكل كوادر مستشفى زين العابدين، وفي نفس الوقت أيضا سماحة المتولي الشرع الذي دائما ودائما هو يدعم عوائل الشهداء في جميع المحافل، وليس فقط أنه تقتصر العملية على مستشفى زين العابدين، وإنما هناك تخفيضات كبيرة بالنسبة للدراسات بالنسبة لمجالات أخرى مع العتبة الحسينية المقدسة. عندما يقترن الواجب المهني بالالتزام الأخلاقي تصبح الجوانب الإنسانية مشرقة وتبعث على الأمل، وهذا ما تحقق من خلال تعامل إدارة وملاكات المستشفى مع المريضة وفاء. الدكتور ميثم نور الشرع معاون رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام، والدكتور يوسف خليل ناصر الطبيب المعالج والذي أجرى العملية يتحدثان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استنادا لتوجيهات سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه، وبإشراف مباشر من قبل السيد رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة الأستاذ الدكتور ستار الساعدي، تقوم هيئة الصحة والتعليم الطبي بكافة مؤسساتها بتقديم الدعم الكامل لعوائل الشهداء ومؤسسة الشهداء. وهذا الدعم حقيقة يكون على شكل تخفيضات 25% لكل عوائل الشهداء، وكذلك إجراء 3 عمليات جراحية كبرى خلال الشهر. بالأمس أجريت عملية جراحية كبرى لمريضة من بغداد، والحمد لله والشكر تكللت بالنجاح، وأجراها الدكتور يوسف ناصر أخصائي الجراحة في مستشفى الإمام زين العابدين. كل مؤسسات هيئة الصحة من ضمنها مستشفى الإمام زين العابدين، مؤسسة وارث الأورام، مستشفى سفير الإمام الحسين، مستشفى السيدة خديجة الكبرى لأمراض النسائية والمرأة، وكل المؤسسات هي جاهزة لتقديم الخدمة لهذه الشريحة. السلام عليكم. حقيقة رجعتنا المريضة البارحة صباحا مع زوجها، وخبرتني أكيد ركزت على الأمراض السريرية والعوارض، ونحن بهالبداية منركز على هالموضوع. بتعرف موضوع الاجتماعي يعني ما بنسأل كتير، منركز على الموضوع الصحي، ولكن خلال الفحوصات تبين أنه بحاجة لعملية ومرقت بفترات صعبة.
طبعا عملنا الإجراءات والسونار والفحوصات، وخلال تواجدنا بغرفة العمليات وعم نتكلم معه، تعرف المريض بيكون قريب من الطبيب وبيعتبر انه هو الخي يمكن والشو اسمه. خبرتني انه هي عندها 5 شهداء، الاب والام واخواتها، وخبرتني يعني كيف صارت القصة. حقيقة انا من لبنان، نحن كمان مارقين بهالظروف، جدا تأثرت. وانا اختي زوجة شهيد بلبنان، شهيد مقاوم كمان بخلال القصف الامريكي، فحقيقة صار عندي إحساس تكافل، قد ما بقدر أقدم ساعد. أنا جراح بالنهاية، يمكن ما تغيرت العملية بس الإحساس والعواطف كانت معها للمريضة، وإن شاء الله نجحت العملية ونتمنى لها الشفاء. هذا ويشار إلى أن هذه العملية الثانية التي أجريت في هذا المستشفى ضمن إطار التنسيق المشترك بين مديرية شهداء كربلاء المقدسة وبين مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام والقاضي، بإجراء 3 عمليات مجانية لذوي الشهداء بعد أخذ الموافقات والتوصيات من سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وفاء للشهداء ومؤازرة ودعما لذويهم. من كربلاء المقدسة روح السعد.